الضابط الثاني هو أن لا يزاول أعمال يرغب فيها البحرينيين ويحتاجون فيها إلى تراخيص حرفية صادرة، مثل الأطباء والمحامين والمهندسين إلى آخره من سلسلة مهن. يحرم عليهم الاقتراب من هذه المهن المطلوبة من قبل البحرينيين. ما أثير من مناقشات حول العامل الهارب، تم تجريبه لفترة 6 شهور واعترضوا عليه الأخوة النواب وتم إلغائه من معايير الإصدار التراخيص. لا يمنح الترخيص لعامل مخالف هارب من كفيلة ومبلغ عنه. أصلا العمالة الغير نظامية موجودة وخارج الضوء وليس عليها سيطرة، حتى هي إن هي مو ملزمة بإجراء الفحوصات الطبية ولا ملزمة بالكشف عن نفسها وتنظيم نفسها. العمالة المرنة استقصدت هذه الفئة الموجودة في البحرين القائمة، ما جابت فئة جديدة من الخارج. الفائدة هي أن نكافح العمالة غير النظامية المخفية علينا داخل البحرين. يعني اليوم من المزايا أن العمالة المرنة تفحص ضد أي مرض أو وباء، بينما العمالة غير السائبة أو الغير النظامية خارج سيطرة الدولة كذا وتمارس أعمال يحتاجها المجتمع. يعني من الأعمال العرضية اللي كل ما عملنا في السابق حتى نعالجها ما نجحنا. المجتمع الأهالي نفسهم يحتاجون حق عمالة مؤقتة عرضية موجودة لأعمال الفلاحة ولا أعمال السيارات ولا أعمال السمكرة ولا أعمال معرف شنهو. يعني في عمل يؤديه أجنبي بضوابط معينة يحتاجها المجتمع. محاولاتنا السابقة في مكافحة العمالة الغير نظامية اصطدمت بهذه الحاجة. فالعامل المرن يفحص يدفع الفلوس ويأمن صحياً، واثنين يدفع ثمن تذكرته بحيث أنه إذا خالف شروط تصريح العمل يسافر يرحل من البحرين. قصة أخرى تسمع الآن في البحرين مثل ما تسمع عن دول أخرى، تجار بالبشر مثلاً أو التجارة في الفيز مثل ما كان نسمع في السابق. وجود هذا النظام إلى حد كبير عالج مثل هذه الظاهرة. ليس لدينا تجارة تراخيص عمل أو تجارة بشر أو متاجرة في تراخيص العمل والبشر مثل ما نسمع في السابق. لا، يعني لا تعتبر الموضوع شر كله ولا خير كله، هو محاولة لمعالجة العمالة غير النظامية في البحرين